شيعت تونس جثمان الرئيس الباجي قايد السبسي في جنازة رسمية وسط إجراءات أمنية مشددة، وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من دول عربية وأوروبية وإفريقية. هذا وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس الماضي وفاة السبسي عن عمر نهز 92 عاما، بعد أن ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد احتجاجات عام 2011.